حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا الصباحية المتميزة والمتنوعة لهذا اليوم، والشكر أيضا لزميل سلطان الشامسي على هذه التغطية المميزة في سوق الجبيل. مشاهدينا، جفاف العين هو ظرف صحي شائع قد يصيب العين عندما لا تستطيع تأمين الترطيب الكافي للعين يعني، ولأسباب عديدة أخرى متنوعة. حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا الترحيب بضيفتنا الكريمة، نرحب بالدكتورة فاطمة إبراهيم الأميري، أخصائي ورئيس قسم العيون بمستشفى القاسمي والكويت بالشارقة. أهلا وسهلا، صباح الخير دكتورة. صباح النور، مرحبا، حياك الله. الله يحييكم. العيون هذا العضو الحساس الذي سبحان الله لا غنى عنه، وهو جدا مهم، يحتاج لأهمية وعناية ورعاية خاصة، وترطيب العين هو جزء من عملية الحفاظ على هذه أو هذه الجوهرة. نعم، هي يعني عضو سبحان الله مهم جدا في حياتنا اليومية، قد نغفل عن أهميته، ولكن جدا عندما يتأثر يمكن نحس بهذه الأهمية. ما أهمية أن تكون العين دائما في حالة ترطيب؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت أختنا الكريمة أن جفاف العين من الأمراض الشائعة، خصوصا في بيئة مثل بيئتنا الصحراوية. لها أسباب، لها مسببات كثيرة. من أحد المسببات الرئيسية هي عدم إفراز قناة دمعية، عدم إفراز غدة دمعية يعني الدموع الكافية لترطيب سطح العين. فالمريض يحس دائما ان عنده احمرار في العين، احتقان، عنده عدم ارتياح، احساس كانه في جسم غريب في عينه، حتى يقول لك المريض انا عندي مثل تراب في عيني. فوتوفوبيا اللي هي الرهاب الضوئي يكون عندهم مرات. في ناس يقولون احنا مثلا قاعدين نسوق السياره فجاه نحس ان جفوننا بدات تنزل تنسدل، وبنحس بالنعاس لان الجفاف يخلي العين شويه تغمض. لها اسباب اخرى، الناس اللي يستخدمون ادويه معينه مثل ادويه، طبعا الشباب يطعين الحين بالرؤكتان، الامراض الجلديه يعني، الناس ياخذون العلاج الهرموني ممكن ياثر على جفاف العين. الناس اللي اصلا ينسون يشربون ماي، ما يشربون ماي، طبعا في بيئتنا لازم الواحد يشرب ماي كثير. الناس اللي مثلا تصيبهم بعض الامراض، مثلا الناس اللي يصير عندهم اللي هي انتروبيون يعني ان جفن العين يطلع على برا، او الناس اللي تصيبهم مثلا اصابات في العين يكون عندهم العين مفتوحه، او الناس اللي تصيبهم مرض البوبريك المعروف عندنا المرض العصبي. نعم. تخلي عين مفتوحه. الناس اللي مثلا خلقيا اللي ينامون نومه الغزلان، ينامون عينهم شويه مفتوحه، تحسين العين مفتوحه. سبحان الله، يعني ان اغماض العين يساعد في عمليه الترطيب المستمر. ايوه، هو فعندما لا يتم اغماض العين بشكل دائم، أو سواء في وقت النوم او حتى النظر بشكل مطول. الناس اللي مثلا ياسين على السكرين، الحين الدراسه عن بعد والناس ياسين على السكرين وشغلهم كله على الكمبيوتر، او اللي ماسكين الموبايلات، هذول ينسون يرمشون. فتحسين طول فاتحين عينهم ينسون. فالناس هذول احنا ننصحهم بين فتره وفتره رمشوا شويه حسب ان ترجع العين تترطب، يعني الرؤيه توضح عندكم. التركيز الزائد يعني. التركيز الزائد، الانسان يكون فاتح عينه ينسى انه يعني يرمش، فعشان شيء يستوي لهم جفاف في العين. سبحان الله، يمكن الناس تظن ان دموع العين وقت الحزن او التاثر وما الى ذلك، ولكن هاي الدموع يعني بكميات مختلفه، فالكميات البسيطه هي بشكل يومي لترطيب العين، غير عن الدموع المعروفه. شيء ثاني، ضف عاطفي ثاني دخل فيها عمليه الاعصاب وهالكلام. الطبيعي ان العين فيها ثلاث طبقات، القرنيه تحمل ثلاث طبقات اللي هي الدهنيه والمائيه او السائله او المخاطيه. الطبقات الثلاثه هاي تحتاج ترطيب عشان تقوم بكفاءه ان العين تلمع وتكون زجاجيه وتكون طبيعيه اللي احنا نشوفها يعني. نعم. والانسان ما يحس ان عينه مشدوده او ضبابيه في الرؤيه، فترطيب العين من الاشياء الضروريه اللي سبحان العضو العين. جميل. تحدثنا عن هذه الاسباب، ولكن القناه الدمعيه قد يحدث لها انسداد في بعض الاحيان، ربما تساهم كذلك في عملية جفاف العين، حدثينا عن هذا الموضوع. القناة الدمعية مرات تكون يعني القناة الدمعية الله خالقنا كأي مسرب، لأن الدموع تنزل فيها وتتخلص من زوائد الدموع اللي فيها. كتنظيف للعين. تنظيف للعين. نعم. في أشياء خلقية، الواحد ينولد عنده انسداد في القناة الدمعية، أو ناس في بعض الإصابات تنتج عنها أن انسداد في القناة الدمعية، أو مع العمر أو مع الحساسية الزايدة أو مع الجيوب الأنفية يستوي تضيق في القناة الدمعية.
فالناس هذه طول الوقت يشتكون ان عيونهم تدمع، تنزل دموع، ان ما في تسريب كافي للدموع للمجرى الطبيعي اللي هو من العين الى منطقه الانف، فينزل فتنزل دموع في الطبقه المخاطيه اللي بين العين والانف. فهذه الناس بعد نفس الشيء يعانون مرات، سبحان الله، رد عكسي للقرنيه انها تحافظ على حيويتها وتحافظ على شفافيتها وتحافظ على صحتها، ان العين تدمع، ان هي تسوي مثلا يعني مو تثبيت، يعني تحفيز حق القناه الدمعيه، حق القناه الدمعيه، حق الغده الدمعيه، انها تفرز زياده عسب ترطب العين، كنوع من الحمايه. كنوع من الحمايه، نعم. لو تحدثنا عن بعض الاعراض دكتوره، ولكن متى تكون الاعراض طبيعيه؟ يعني شيء عارض بشكل يومي قد تصيبنا مرات، يعني حكه في العين او بفعل يعني الجو او التعرض المؤقت يعني لبعض الظروف، ومتى تكون هذه الاعراض يعني تتحتم ان لازم نزور الطبيب؟ يعني هناك مشكله يعني في الاجواء العاديه، في خصوصا في بيئتنا احنا، المكيفات هي مصدر كبير لجفاف العين. مثل ما قلنا، الناس اللي يسون على السكرين او يطالعون الموبايلات فتره طويله، هاي فتره طويله، هذه اللي يحتاجون لترطيب للعين الطبيعي. فطبعا المريض لما يحس ان عينه مجهده، مشدوده، يحس ضبابيه في الرؤيه، احمرار في العين، يعني احساس مش عدم ارتياح، لازم يزور طبيب العيون. طبيب العيون طبعا يكشف عليه، يسوي اختبارات معينه لنعرف يعني درجه جفاف العين. فدكتور العيون يحط ماده صبغيه ويخلي المريض يرمش عدة مرات ويحسب بالثواني كم يعني المعدل للترطيب، يعني ترجع القرنية تترطب مرة ثانية. بالمعدل هذا ممكن نقول أن هذا المريض عنده جفاف بسيط أو معتدل أو شديد. أو طريقة ثانية اللي هي في شرايط صغيرة رفيعة جدا نحطها في العين، هي شيرمر تيست، نحطها في عين المريض ونخلي المريض يرمش، وهذا يحسب لك مقدار الجفاف اللي موجود في العين. جميل. إذن هناك طرق طبية يعني لقياس نسبة الجفاف في العين، ولكن ما هي المسببات؟ ذكرنا بعض المسببات منها الطقس والتكييف، هل هناك مسببات ثانية كالعطور مثلا أو الدخون كما نعرف، يعني البخور في المنزل؟ ما هي المسببات؟ قد تكون هناك لا قدر الله يعني حساسيات معينة تعرض لي وانتم بكرامة الحيوانات مثلا، ما هي المسببات؟ المسببات مثل ما قلنا هي البيئية اللي احنا تكلمنا عنها، تكون مرضية مثل الناس اللي عندهم جفاف أصلا في الجسم، الناس يستخدموا أدوية الجلدية أو علاجات الهرمونية، أو الناس اللي عندهم شيغان سندروم، هي من أمراض اللي تسوي جفاف كامل للجسم من ضمنها العين، أو إن مثل ما قلنا اللي هي التدخين أو البخور، هالأشياء أو الناس اللي يطبخون بعد يعني الأبخرة. الأبخرة هاي ممكن يعني الوهج هذا أو البخار هذا يسوي جفاف للعين. فهذه الناس يعني لابد وإنه ينتبهون إنه دائما يرطبون عينهم. الناس اللي بسمع عدسات لاصقة في بيئتنا، هذين اللي يحتاجون يحطون مع العدسه، ننصحهم يحطون ترطيب للعين اللي هي اللي ما فيها ماده الحافظه، الأمبولات الصغيره، هذه يعني حدهم لابسين عدسات. الناس يسوقون سيارات يعني هفه المكيف تسوي جفاف، ننصحهم دائما يحاولون يعني يتفادون فتحات المكيف تكون شويه بعيده عن العين. طبعا الناس اللي على السكرين على الشاشات ما قلنا، هذين اللي يحتاجون دائما يتذكرون لازم يرمشون عشان يخففون من حده جفاف العين. نعم. قد يعتقد البعض أن جفاف العين أمر غير ضروري، يعني ما يتطلب تدخل طبي أو أن يأخذ أي إجراء تجاه هذا الموضوع. هناك مضاعفات قد تحدث لا قدر الله لجفاف العين تؤدي لا قدر الله لأمراض أو إصابات خطيرة. صح. حدثينا عن هذا الموضوع. صحيح. جفاف العين ممكن تؤدي إلى مسببات يعني كبيرة في العين، ممكن تسوي لك تآكل في القرنية على المدى البعيد. يعني الناس اللي مثلا اللي ينامون وعينهم مفتوحة، هذين دائما ننصحهم يحطون مثل جل أو مرهم في العين عسب يوم يقومون الصبح تكون عين لينة وما فيها جفاف، إنها في طبقة حامية للقرنية من أنها تتبخر، الأكسجين أو الطبقة الدمعية تتبخر في العين. الناس اللي عندهم أمراض مثل بعد الليزك، الناس اللي عندهم بعض الامراض الجلديه اللي ياخذون ادويه الرؤكتان، هذه لازم يستخدموا مرطبات بشكل مكثف، يعني بيستخدموا معاها جل او مرهم، لان تزيد فتره تغطيه القرنيه يعني بترطيب العين. هل هناك طرق وقائيه يعني العنايه في المراحل الاولى او حتى قبل الإصابة؟ دائما نقول الوقاية خير من العلاج، يعني لا ينتظر الشخص الإصابة ببعض هذه الأعراض حتى يلجأ
للعلاج والاهتمام في رطوبة العين، فكيف يمكن الاهتمام بالعين للحفاظ على رطوبتها بشكل دائم ومستمر؟ عندما احنا في اجواءنا احنا يعني ننصح الناس ان يرمشون، ننصحهم يحطون مرطبات حتى لو مره ومرتين في اليوم، ننصح الناس مثلا يستخدمون كمادات بارده، دائما يغسلون عينهم ماي بارد، طبعا ننصحهم بالتفادي البخور، يعني ما ينب المدخن دايركت على العين، تفادي التوجه الى فتحات المكيف المباشره، ان اشياء البيئيه الطبيعيه هذه. نعم، هناك أجهزة توفر مستوى معين من الرطوبة في الأجواء، هل هي تنصحين بها يعني أنها تكون مفيدة؟ أيوة، المرطبات الجوية هذه تخلي الجو مترطب، يعني ما يعني تمنع الجفاف، تمنع الجفاف اللي موجود في البيئة المحيطة بالإنسان، وهم الأشياء اللي ننصح فيها بعد. نعم، الطب ما شاء الله دائما في عملية تطور متسارع، ودخول التكنولوجيا دائما يعني يعطي قفزات في مجال العلاج في جميع المجالات، ونتحدث اليوم عن طب العيون. حدثينا عن الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تتخذونها سواء في الفحص والتشخيص او حتى في العلاج. مثل ما قلنا حاليا احنا نستخدم الصبغات عشان نعرف نسبه الجفاف، او نستخدم الشرايط الدمعيه هذه عشان نعرف نسبه الجفاف. في اجهزه معينه حاليا تحطينها، تاخذين عينه من عين المريض وتحطينها في مثل الشريحه تحت المجهر؟ لا مو شريحه، يعني هو مثل جهاز صغير تحطين فيها نسبه الدموع، تاخذين دموع وتحطينها فيبين لك نسبه الدموع في هذا، وشو الانزيمات اللي اصلا اللي ما يعني فيها، اذا في نقص في انزيمات معينه في دموع العين. من الاشياء الحديثه طبعا اللي هي الناس اللي عندهم يعني جفاف شديد، نحط لهم بنكتم بلاك اللي هي نحط لهم السدادات هذه. يعني هي اجراء بسيط كنت اسويها في العياده، يعني نسد مجرى الدمع، فهذه اشياء مطاطيه او سيليكون نحط في مجرى الدمع، يعني نحاول نوازن بنسبه دخول افراز ومحافظه الدموع الموجوده في محجر العين نفسه. نعم، اذا سدت هذه القناه الدمعيه تفقد العين ربما لها، وكيف ترجع ترطب العين؟ في فتحه صغيره مثل فتحه مثل راس الدبوس، ممكن يعني تسرب بقايا الدموع اللي ما تحتاجها العين، بس تظل شغاله يعني في ترطيب العين. ايوه، نحطها تظل شغاله في ترطيب العين. والناس اللي عندهم مثلا انسداد في قناه دمعيه او تضيق في القناه الدمعيه، نحط لهم السداده هذه 6 شهور اكثر اقل، بعدين نشلها ترجع مره ثانيه يتكون مجرى الدمع وترجع الأمور طبيعية. جميل. نصائح دكتورة من شخص يعني يمكن مرت عليه حالات كثيرة من المجتمع خلال خبرتك في هذا المجال، نصائح تقدمينها للسادة المشاهدين للوقاية من الدخول في دوامة جفاف العين ومضاعفاته وما إلى ذلك، ماذا تقولين؟ يعني صراحة هي من الأشياء الشاسعة، يعني وايد شايع، يعني ما في مريض يدخل بين مريضين ثلاثة إلا واحد عنده جفاف، خصوصا في بيئتنا يعني. فنصيحتي للناس هذيلة، أول شيء دائما المحافظة على شرب الماء، المحافظة على يعني مثلا تفادي الأجواء الحارة أو الأجواء المحيطة فينا اللي فيها جفاف، استخدام مرطبات العين. طبعا في مرطبات، في أنواع من مرطبات العين حاليا، وكلها من انواع الزينه، يعني في من ضمنها في دواء جديد، حتى مو جديد يعني حال الادويه الشائعه ومتداوله عندنا اللي هي لعلاج الجفاف مثل سايكلوسبورين. مثلا ننصح الناس مثلا يلبسون عدسات لاصقه، ما ينسون دائما يحطون قطور اللي فيها ما فيها ماده حافظه. الناس اللي جالسين على السكريم انهم دائما يرمشون، يعني ارجع واقول الماء هو العامل الاساسي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ان لازم الانسان يشرب ماء بكميات كافيه. نعم، وطبعا غسل العين ماء بارد. نعم، جميل جدا، يعني الوقايه دائما خير من العلاج مثل ما ذكرتي دكتوره. سعيدين بمشاركتك معنا اليوم، شاكرين حضورك وتقديم هذه النصائح المميزه للوقايه من جفاف العين، شكرا جزيلا. حياكم الله. كل الشكر والتقدير للدكتوره فاطمه ابراهيم الاميري، اخصائي ورئيس قسم العيون بمستشفى القاسمي والكويت بالشارقه، شكرا جزيلا.